هنسمي بسم الله وندخل على اول وصفه. هنعمل القرع الحادق، هنعمل يخني القرع باللحمه المفرومه واي نوع خضار. انا حاطه بسله على جزر وحاطه حمص الشام يزود القيمه الغذائيه بتاعته. تعالوا بسم الله نسمي ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. معايا 2 كيلو قرع مسلوق جدا، كيلو قرع مكعبات مش مسلوق ولا اتحط على النار، يعني نوعين من القرع العسلي معايا. نص كيلو لحمه مفرومه متعصجه، كيلو بسله على جزر، كيس قصدي انا اسفه، كيس بسله على جزر، حمص الشام، معايا كمان كوبايه موتزاريلا، ومعايا فلفل حامي قرن واحد بس، وقرفه وملح وفلفل ومعلقه سمنه. دي مقادير اليخني. نقولها تاني، معايا 2 كيلو قرع عسلي مسلوق، وهقول لكم دلوقتي ده اتسلق ازاي لطريقه معينه، وكيلو قرع عسلي مكعبات ما طالش النار خالص، ونص كيلو لحمه مفرومه متعصجه ببصله وملح وفلفل، وكيس بسله على جزر، حمص الشام مسلوق، كوبايه جبنه موتزاريلا، قرن فلفل حامي متقطع ترنشات رفيعه، رشه قرفه عامله زي السحر مع القرع العسلي، وملح وفلفل اسود ومعلقه سمنه. دي كده مقادير اليخني بتاعنا اللي هنعمله النهارده، او حاجه زي التورلي، تورلي القرع العسلي. اول حاجه هعملها احط معلقه سمنه على النار، وبعد كده نكمل بقيه مقاديرنا مع بعض. بسم الله. هعتبر ان كاني بعصج اللحمه المفرومه من اول وجديد، بس انا طبعا معصجاها اختصارا للوقت. استاذ محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. الحمد لله رب العالمين، تمام والله. الحمد لله يا رب دايما. اللهم امين يا رب. امبارح انا استنيتك والله، اوكي لايف لايف، فضلت مستني على التلفزيون، مستني لغايه ما لا مش على التلفزيون يا استاذ محمد، على الصفحه. احنا عملنا اللايف امبارح بس بيبقى على الصفحه على النت يعني. ما اعرفش والله، انا ما اعرفش، حتى عايز ابعت لك التطبيق، انا مش عارف ابعت التطبيق فين والله، انا بعت لك امبارح على فكره. طب هقول لحضرتك حاجه، هسيب رقمك دلوقتي مع محمد ومنى تكلمك وتقول لك بالظبط، تشرح لك تبعت التطبيق ازاي. طب يا ريت. حاضر يا ريت يا ريت. ماشي. لا من عينيا من عينيا. وتقليك وتسداء عندك استاذ محمد، ربنا يخليك. اشكرك. وكل القائمين في البرنامج عندك. اشكرك، ربنا يخليك وشرفتني، ودايما كده مشرفني ومنورني على طول. ويا ريت يا محمد تاخد الرقم وهنكلمك. حاضر من عينيا الاثنين. انا دلوقتي كاني بصوا بعصج اللحمه المفرومه اهو، تعصيج عادي جدا ببصله وملح وفلفل اسود، مش اكتر من كده. اول ما اتعصجت معايا وخلاص دخلت في السوى، هروح واخده القرع العسلي المكعبات الني وهنزل بيه على اللحمه المفرومه. بسم الله. هنا بقى اول ما القرع العسلي بيشم بس النار على طول بينزل ميته ويشربها ويستوي. في ساعتها القرع العسلي من الخضار اللي ما بياخدش سوى نهائي خالص. هفضل اقلب فيه كده كاني بشوحه مع اللحمه المفرومه. الكميه اللي انتوا شايفينها دي بعد كده او مجرد ما بتستوي وهتدخل الفرن كمان تلاقيها قلت للنص على طول. استاذه ميرفت اهلا وسهلا. صباح الفل يا ست الكل. صباح النور، ازيك يا ميرفت؟ ازيك يا عزيزي؟ معلش يا ماما، ما ريتهم ما يقطعوش علينا، ليا طلبين ورجائين عند حضرتك. تحت امرك، اتفضلي. والله ما بنقطع على حد يا ميرفت ابدا، قولي لي. بصي يا حبيبي، يا ريت يا ماما حضرتك لما تعملي مقادير فيها زبده بس حضرتك توضحي لنا الوصفه دي، لازم فيها زبده يا ربي، سمنه او زيت زي الشرط حضرتك. لما فهمتينا من الشرط، لان في ناس ما بتستحملش السمنه يا ماما، ما بتستحملش زيت. والله بقول يا ميرفت، على فكره ده اكبر دليل والله على ان انت مش بتبقي مركزه معايا، ده انا بقعد اقول. لا يا ماما صدقيني انا بسمع بس، حتى حضرتك امبارح لما عملت الفطير حضرتك ولما عملت بسكويت ما قلتيش بديل الزبده، لان احنا ما بنقدرش نجيبها بصراحه. حاضر من عينيا. لا لا حاضر حاضر، تحت امرك. الحاجه الثانيه يا ماما، انا طلبت من حضرتك ازاي ويوم للنظافه ازاي اغسل الحيطان، البطاطين، ترابيزه المكوى، الحلل، الالومنيوم، السوشات اللي بدي معاها كوتشي بيجي من المدرسه وسخ وماش وعادي، ما بعرفش اغسله ازاي. كوتشي؟ كوتشي وماش حطيه في الغساله. طب والعادي يا ماما اغسله ازاي؟ العادي اللي هو ايه بقى؟ الكوتشي العادي بفرشه البلاط، بفرشه البلاط. طب يا ريت حضرتك تعملي لنا يوم للنظافه للحاجات اللي قلتها لي كمان. من عينيا الاثنين. حاضر يا قمر. يا ماما ربنا يخليك. تأمريني يا حبيبتي، تأمريني. شرفتيني يا ميرفت. كده انا اديت للقرع الني
تشويحة مع اللحمة المفرومة، وبعدين هنزل بالبسلة على الجزر كده. ده كيس مجمد، يعني المجمد اصلا انتوا عارفين بيبقى مسلوق نص سلقه، فالمجمد ده معايا حلو قوي. هتجيبيها طازه، هتديها بس ايه الاول نص سلقه، لان انا هنا في الحله دي مش هغيب على اي حاجه في السوى علشان القرع بعد كده لما يدخل الفرن ما يتهريش معايا. شايفين كله على بعضه كده ما شاء الله على الطاجن ده، رائع بمعنى كلمه رائع، هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. وبعدين هروح واخده حمص الشام مسلوق مستوي واحطه عليها، وبعدين هاخد الفلفل الحامي. يا نورهان اهلا وسهلا يا نونا. نورهان لسه معاني. الو، ازيك يا نورهان؟ الله يسلمك، ازيك يا سهيله؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا رب دايما بخير يا نورهان. كنت عايز اسالك يا سهيله على المسلوق اللي انت عملتيه قبل كده، اللي هو بديل الاوتوماتيك. ايوه. ماشي، هنزل لك مقاديره. حاضر. من عيني يا نورهان، تأمريني يا قمر. كده يا جماعه بقلب كده كله في قلب بعضه، وبعدين هروح حاطه رشه قرفه. بسم الله، رشه صغيره. القرع سواء حادق او حلو، حطي رشه القرفه دي وشوفي جمال وطعم القرع. وادي الملح، قصدي الفلفل الاسود، معلش انا حوليت فجأة. الفلفل الاسود. استاذة نادية اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور يا صباح الهنا. شايفي ميرسي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا ليا سؤالين عندك لو سمحت، بس تجاوبيني بعد ما اقفل وضروري دلوقتي. الله يخليك. حاضر حاضر، تأمرين. حاضر. اول سؤال هو يعني في الشقة اللي تحت والشقة اللي فوقية يعني مهاجرين بره، مقفولة. فبتطلع الظهر من عندهم فيران. ويعني بيصادف ان انا بفتح باب الشقة الاقيها ماشية جنب، انا خايفة احسن تخش عندي. ايه اللي يطفش الفيران؟ يا ريت لو حد من المستمعين يعني يعرف. يا ريت يا ريت، انا كمان والله المعلومة دي بجد ما معرفهاش. لو حدا تطفش الفيران، انا كل اللي اعرفه الجهاز اللي هو بتاع الذبذبات ده اللي بيأثر على الجهاز العصبي للفيران. لا انا مش عايزاه جوه الشقه، انا عايزاه. عايزه حاجه تطرده ما تخليهمش يدخلوا. حاجه مثلا تترش بره، حاجه تفضل محطوطه بره، مش كده؟ طيب. أيوة. خليني ادور واعرف، ودلوقتي لو في حد من حبايبنا يعرف يا ريت يتصل بينا يقول لنا. طب ميرسي خالص. السؤال الثاني لو سمحتي، انا عندي عجينه، جايبه عجينه السكر عشان اعملها تورته. بس عشان انا يعني كبيره في السن فصوابعي مش قادره اطريها خالص. تفرديها، مش قادره اطريها، نشفت ومش قادره اطريها. ممكن تقولي لي على طريقه ازاي؟ ما هي لازم دي لازم تتني وتتفرد كذا مره عشان تطلع. ايوه يعني بس الينها شويه يعني. طيب انت مطبخك حر؟ يعني حر يعني احنا دخلنا اهو في الجو الشتاء. انا كان قصدي لو المطبخ حر طلعيها، بس سيبيها في المطبخ بره، بس تكون متغطيه او محطوطه في كيس بلاستيك. طب ما انا حطها في دولاب المطبخ على فكره. بصي يا حبيبتي، ده بتنشف زياده يعني. بصي اعملي ايه بقى، كل شويه امسكيها بين كفوف ايديكي وافضلي اعمليها كده. ماشي، غير الطريقه دي. وطريها كده لغايه ما تبتدي تاخد درجه حراره كفوف ايديكي وتطرى معاكي. بعد لما تطرى خالص تبتدي تفرديها، لكن دلوقتي لو فردتيها على طول هتاخد منك قوه وعزم. ما انا سؤالي في ده ان انا مش قادر اوصل للدرجه دي. ما عشان كده بقول لك الاول قبل ما تبتدي تفردي وتاخد منك القوه دي، اقعدي لينيها بين كفوف ايديكي الاول. ما انا مش قادر، حاولت بجد بصوابع ايديا. هي لازم تتفرد كده ولازم تطرى كده، ده اساسي معانا يعني، للاسف ما ملهاش حل. لازم بكفوف ايديكي ولازم تتفرد كويس. دي عجينه سكر يا جماعه، يعني ما ينفعش ما تتفردش، لازم تتفرد كويس. هاتيها لي انا افردها لك من عينيا الاثنين. نقلب كده. حطيت ايه، حوالي نص كوبايه ميه بس تلين الدنيا على ما القرع يبتدي يستوي وينزل ميته، او ادي الخليط بتاعي اغطي عليه وهسيبه يغلي غلوه واحده بس على ما هنعمل خطوه كده في الطاجن بتاعنا. رحاب اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هيلا؟ ازيك يا رحاب؟ ازيك يا عمر؟ ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك انت حبيبتي، اخبارك انا ايه؟ انا بتفرج على كل حلقاتك والله وبتعجبني جدا جدا. ربنا يخليكي يا رحاب، شرفتيني ونورتيني.
انا من فضلك اتفرجت على الحلقه بتاعه الكب كيك. خدت المقادير لكن الطريقه مش عارفه اعملها للولاد. الكب كيك في الخلاط ما فيهوش اي عمايل خالص، مش صعب، وممكن تعمليه بالمضرب اليدوي كمان. يعني كل السوائل زي ما حضرتك حطيتيها في الخلاط. في الخلاط والدقيق والبيكنج باودر لوحدهم على جنب بره. طيب خلاص ماشي، بس ما فيهاش اي حاجه خالص. شرفتيني يا قمر. شكرا يا حبيبتي. العفو حبيبتي، العفو. دلوقتي بقى هشتغل في القرع العسلي اللي هرسته، وهقول لكم اتسلق ازاي. نجيب طاجن ونشوف هنعمل ايه ونقول اتسلق ازاي. بسم الله. ده الطاجن اللي هحط فيه اليخني بتاعي. نجيب كبشه. حطيت القرع العسلي طبعا اول ما بجيبه بقشره، بيتقشر كله زي البرتقانه كده، بفضي القلب بتاعه زي ما بفضي الشمامه، بيتبقى عندي الطبقه الصفراء التخينه دي، بقطعها مكعبات وباخده احطه في الحله، واحط كل كيلو بحط عليه نص كوبايه ميه، واسيبه لغايه لما يشرب الميه وينزل ميته ويشرب ميته ويتهرس، يبقى بيوريه بالشكل ده، كاني بالظبط ضرباه في الخلاط او ضرباه بالمضرب. يعني ده كده مسلوق في الحله، مش مضروب باي حاجه خالص، على طول احنا بنشتغل بيه على الوضع ده او بالقوام ده، مش حط عليه ملح ومش حط عليه اي حاجه خالص، هو هيطعم بطعمه الحشوه. قبل كده لما كنا في الاكاديميه، لما كنا بنتكلم على القرع العسلي، كنا بنقول ان هو من انواع الخضار اللي ملهاش شخصيه، عشان تبقوا عارفين وانتوا شغالين. يعني ايه ملهاش شخصيه؟ يعني لا ليه لا طعم ولا ريحه، هو بيطعم بطعم الحاجه اللي بتحطيها جواه. لو عملتيه بالبشاميل الحلو هياخد طعم البشاميل الحلو، لو حطيتي فيه جوز الهند هياخد طعم جوز الهند، حطيتيه زي ما انا عاملاه كده باللحمه المفرومه والخضار هياخد التطعيمه بتاعه اللحمه المفرومه والخضار. بمعنى اصح هو ملوش طعم مستقل لوحده، مش زي مثلا انواع خضار، مثلا حتى القلقاس ليه طعم القلقاس معروف، البسله ليها طعم البسله، القرع العسلي لا مالوش طعم خالص، انت اللي بتطعميه بالحاجه اللي بتضيفيها له. دايما خليكي فاكره كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه من الخضار اللي ما بيطقش النار، مجرد ما بيتحط على النار ممكن يتهري على طول في ثواني، فدايما تحطي في دماغك الموضوع ده. لو انا هعمله اليخني زي ما انا عاملاه زي ما انتوا شفتوا كده، كله تشويح في قلب بعضه، حطيت نص كوبايه ميه، سيبه يغلي غلوه وعلى طول هاخده دلوقتي احطه في الطاجن. هعمل اول حاجه هعمل طبقه في الطاجن من تحت. قول لي مين يا سباعي. بسم الله يا أستاذة زينب، أهلا وسهلا أستاذة زينب. مش سامعاني؟ طب يا ريت يا أستاذة زينب تكلميني تاني. أستاذة فتحية، ألو. إزيك يا أستاذة فتحية، عاملة إيه يا حبيبتي؟ إزيك أنت يا حبيبة قلبي، عاملة إيه؟ الحمد لله بخير، أخبارك إيه؟ يا صباح العسل، يا صباح الفل. يا صباح القرع العسلي، يا صباح كل حاجة حلوة يا فتيات. ربنا يخليك يا رب وما تحرمش منك أبدا. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير، فضل ونعمة من ربنا. عاملة إيه؟ لله. بخير يا حبيبتي الحمد لله والله. تعيش. زي إسراء ومنة، وعاملة إيه؟ بخير، أنتِ عاملة إيه وكل حبايبي؟ نور. ربنا يخليك يا رب تعيشي. باشمهندس محمد. أشكرك ألف شكر يا حبيبتي، كلهم بخير الحمد لله. الحاجة فاطمة عاملة إيه؟ بخير ربنا يخليكي، ودايما كده سباقة بالخير، ودايما بتسألي علينا جميعا. أشكرك ألف شكر. أشكرك حبيبتي. بصوا غلي من غير ما لسه بقى يدخل في السوا عشان ما يتهريش معايا، هروح واخدة الحلة كلها هناك عند الطاجن. يلا بينا بسم الله. ونجيب معلقة نعرف نغرف بيها. واحطه على الطبقه بتاعه القرع العسلي المهروس اللي حطيتها من تحت، يعني كده. بص يا سباعي اهو، دي طبقه القرع العسلي في الطاجن من تحت، طبعا هي بتتزحلق اهي اهي، طبقه فرشت بيها كده الطاجن كله من تحت. وبعد كده هروح واخده الخليط بتاعي كله، اليخني كله بمعنى صح، بسم الله، واحطه على الطبقه اللي حطيتها بتاعه القرع العسلي بالشكل ده. الطاجن ده بقى عايز عيش، واقعدي غمسي بقى وعيشي معاه على جماله وعلى حلاوته بالشكل ده. وهنا بقى القرع بيتطعم من اللحمه المفرومه ومن البسله ومن الفلفل اللي حطيناه، وزودي اي خضار انت عايزاه في اليخني ده هيطلع معاكي زي العسل ان شاء الله. بسم الله كده، بصوا وثبت عشان انا بس عايزه في الاخر الـ السطح بتاع الطاجن يكون متساوي.
وصفة حلوة جدا هتعجبكم قوي قوي قوي، وصفة قديمة من بتاعة أمهاتنا، يا ما كلناها من إيدين أمهاتنا. بصي ساوي كده أهو، نحط القرع في كل حتة. نساوي تاني بس كفاية قوي كده. يا مدام سهام اهلا وسهلا. صباح الخير على اجمل هلول. صباح النور، مال صوتك يا حبيبتي؟ مالك؟ الحمد لله هلول. الحمد الف سلامة عليكي، صوتك تعبان قوي يا مدام سهام. يا رب يخليك حبيبتي. سلامتك، الف سلامة. وانتي عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. تعيشي. بقول لك ايه يا هلول؟ قولي لي يا حبيبتي. هو القرع ده وانت حاطه في الطاجن من تحت، في قرع اللي هو اللي انت سلقتيه، المهروس ده حطيت طبقه من تحت زي اللي انا بحطها دلوقتي دي كده. يا ده انت سلقتيه عادي؟ ده مسلوق عادي، كل كيلو بيتحط عليه نص كوبايه ميه ويتسلق على النار. ايوه بس من غير اي اضافات خالص، من غير اي حاجه؟ لا 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 خالص. ماشي. انا لازم اكلمك يا مدام سهام، لازم اطمن عليك يا حبيبتي. يا الف سلامه يا حبيبتي. والله سلامتك يا حبيبه قلبي، الف سلامه عليكي. الله يسلمك يا هلو. تعيشي تعيشي يا حبيبتي، شرفتيني. بصوا ازاي بساوي كده، الفرن عندي شغال فوق وتحت على درجه حراره عاليه اهو. بصوا كان ده بقى البشاميل بتاع اليخني، يعني كاني عملت بشاميل، بس ده بشاميل منه فيه بجد. ان شاء الله يخليك يا رب، يا اللي فاتحه نفسي على طول. يا ليلى يا ليلى اهلا وسهلا. وشويه جبنه موتزاريلا تحمر لي الوش، تحمر لي البشاميل. يا عبير اهلا وسهلا. الو، ازيك يا بيرو؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه يا عبير؟ والله العظيم انا نفسي اكلمك من زمان، والله والله نفسي اكلمك من زمان. انت عامله ايه؟ الحمد لله. كلميني في اي وقت يا عبير. عبير رحتي فين؟ طب كلميني تاني. بصوا بقى، طاجن بجد زي العسل، هو قرع عسلي وهو عسلي فعلا. يعني الجبنه دي بقى تتحمر مع البشاميل الطبيعي وتديني وش كده رايق كده متحمر زي الفل. ادي الطاجن بتاعنا، يطلع من الفرن بقى زي ما قلت لك رغيف عيش وشويه سلطه، وطلعي بقى من قلب الطاجن كده بالمعلقه وحطي في الطبق واقعدي عيشي بقى بالعيش. وزي ما انتوا شفتوا ما حطيناش بشاميل خارجي، ده انا عملت هرست القرع العسلي طبيعي، يعني انا ما هرسوش ولا بخلاط ولا بغيره ولا بشوكه ولا اي حاجه، فضلت اسلق فيه لغايه ما تهرى في السلق، بقى فيه كده حتت صغيره، ده اللي مطلوب، مش مطلوب انه ينعم خالص للاخر، يبقى كده ايه مهري كده منه فيه زي البطاطس كده.